اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر ودائما من هنا من مدينه ازرو. اليوم اللي عندنا فيها يعني جوله وزياره للمدينه، وفي اطار يعني وفي اطار تداعيات القرار الحكومي الاخير واللي يعني كيفرض يعني ظروف تشديد، واللي كان من بين البنود ديالو هو الاغلاق ومنع الحفلات والاحتفالات وكذلك مناسبات التأبين وغيرها من الانشطه اللي كتكون يعني مصدر للتجمعات. هذا الشيء في اطار يعني كما شفتوا معنا مؤخرا كاين ارتفاع الملحوظ اللي شافوا عدد الاصابات ديال كورونا، واللي العدد يعني اعداد يعني مفزعه ومخيفه. لكن معنا الان واحد من يعني من الناس اللي كيقولوا يعني من الناس المتضررين، كريم ازرو من بين الفرق الموسيقيه المشهوره هنا بالاطلس، واللي كانت شيخ من الشيوخ المعروفين بالمنطقه. حتى هو كيقول حنا فرقه ديال 10 الناس، حنا الان ما لاقين ما نصيروا، ما لاقين ما ناكلوا ما نشربوا، كي غادي نديروا؟ يلا قلنا الحمد لله نرجعوا عاوتاني نكسبوا لقمه العيش ديالنا. اذا بهم كيتصدموا بواحد القرار اللي جا قبل يوم قبل من عيد الاضحى. غادي نسمعوا كريم وغنسمعوا التعليق ديالو حول هذا القرار الاخير. كريم مرحبا بك معنا على قناه شوف تي في. مرحبا، السلام عليكم. كنشكر شوف تي في على الاستضافه ديالها. السي العثماني، راه حنا مضرورين بزاف. انا عندي 10 الناس في الفرقه ديالي، وبقينا حتى جانا واحد القرار في ما بين الليله وضحاها بان غادي نسدو. حنا خدينا العرابه ديالنا وما لقينا كي غادي نديرو، واش نردو العرابه للناس ولا غادي نخدمو؟ ولا راه حنا مضرورين بزاف. دابا غير بغيت نسولكم، الفنان كيمشي قبل ما يمشي للخدمه كيمشي محمم محسن مريح ناضي، كي غادي يدير هادشي؟ كي غادي يدير هادشي دابا؟ كيخسر على راسو 100 درهم في الدار بعد. اختار كيخسر 200 درهم عادي يمشي للخدمه، عادي يمشي للخدمه ضروري. غادي يدير هو كيمشي معقب. بغاو حنا ماشي ضد الاجراءات، بغاو نديرو مترو ما بين واحد والواحد نديروه، بغاو نديرو داك الشيء اللي بغاو، ولكن اللي راه مضيعين حنا، راه مضيعين بزاف، ضيعونا بزاف والله العظيم. حنا الا مضيعين، كاين السيد كاين الفنانين اللي باعوا الثلاج ديالهم، باعوا الطلام ديالهم، راه الله غالب. نعم، شحال كتشتغل معاك من واحد كريم؟ عندي 10 الناس فيهم رجال وعيالات ولا غير؟ فيهم خمسه الرجال وخمسه العيالات. وكانوا عندك كان عندك بروجرام في هذا الشهر هذا؟ كان عندي البروجرام، كنت انا غادي نخدم الجمعه والسبت والحد، واليوم راه ما خدمناش. دابا انيلي داك الشيء كان انيلي كلشي. ورديتي للناس رزقها؟ ما رديناش، راه حنا حاصلين معاهم، ضيعناهم. قلنا حنا غادي نشريو العيد وغادي نخدموا نردوا الناس. حنا دابا خدينا العيد بالكريدي وباقي فينا الكريدي ومازال فينا الكريدي. ما الله والله العظيم الشيء راه بزاف، الشيء ضعنا حنا والله لا ضايعين. وما كاين، جاو عندنا قال لك غادي نعطيوكم حقا، نعطيوكم يسجلوكم المقدمين، جاو سجلونا ما خدينا حتى شي حاجه. ما استفدتوا لا من دعم لا من والو، ما كاين حتى شي حاجه، ما خدينا حتى شي حاجه. حنا راه ضايعين دابا، راه تسالينا كنضربوا حتى تسالينا تقاضينا. نعم، قبل ما نبداو هذا البث المباشر باش بغي ندوز الكلمه ديالي باللغه الامازيغيه، مرحبا تفضل. بتشكرك يقدر يكون السيد رئيس حكومه نيتي راه تشكرك شفتي. نعم. تي في ناد المجمعه استضافي، تشكرك الفنان يمازيغ كلشي اللي مجمع القراء شوف تي في راه خاصو يخفون شويه كلشي نون اصلا كلين نطو درا بزاف. لا نتمنى زي الحكومه راه خصها تفشل الحل، نطو درا بزاف غادي لونا يزنزان الحوايج نسي، لونا يزنزان الثلاجه، لونا يزنزان طلام طنس، غنقضى الكثر اللي نقضى. ايوا انا غوليني حتى محمي كيفون حتى محمي. و سي كريم نرجعو معاك للعربيه، واخا خويا فهمت شي حويجات وشي حويجات ما فهمتش، وتحياتي لكل الامازيغ المغرب وكل يعني. وحنا هذا فخر واعتزاز لينا الحمد لله، مكونات اساسيه لهذا الوطن العزيز. كريم يعني انتم يعني في ظل هذا القرار هذا، شنو اللي يعني في نظركم شنو الحل اللي كيبان لكم انه مناسب وممكن انه يرضي جميع الاطراف كما قلنا؟ يشوفوا لنا شي حل يدعمونا ولا شي حاجه، حنا راه تسالينا تقاضينا والله العظيم راه تقاضينا، صافي ما عندنا، ما بقى عندنا حتى شي حل. وقع لنا حتى شي حل صراحة، حنا كنتمناو الحكومة تشوف لنا شي حل باش راه حنا تالينا، باش تكونوا مع وليداتكم، باش تكونوا مع حنا فرحنا. قلنا ولا مثلا شوف حنا ما نمشيوش بعيد، دار الإجراءات ويجيو السلطات يراقبوا،
السلطات كاينين يجيو يراقبوا يجيو يديروا كونترول ديالهم يجيو يشوفوا واش محتارمين الاجراءات كما دابا في المقاهي وفي المطاعم خاص السلطات تراقب وتشوف شنو كاين 50% كيما عطاو كيما عطاو المقاهي والطوبيسات ويعطيونا حتى حنا 50% بحال بحال نعم. حنا ماشي ضربوا يعطيونا 50% حتى حنا حيت هادشي اللي سمعت انا هاد الكلمه ماشي رايي هذه كلام ديال الناس اللي يعني الاخوان اللي تلاقينا معاهم في لقاء هاد الصباح هذا كان هو الراي ديالهم قال لك حنا بحالنا حنا مهربانين من حتى شي حاجه حتى هنا بحال كنقولوا اقل الضرر نصف الضرر واخا كلمتك للمسؤولين كريم نهايه هاد البث المباشر يشوفوا لنا شي حل راه حنا مضرورين راه حنا مضرورين راه تقاضينا تسالينا حنا صافي ما عندنا راه ما بقى لنا والو كاين اللي طلق مرتو كاين راه كيفاش يحسب العوان يحسب العوان راه حنا التالينا كاين اللي مسكين طلق مرتو كاع كاين اللي طلق مرتو ما لقى ما يوكل لهم راه حنا التالينا نعم وكنشكركم بزاف كنشكركم بزاف على هذه الاستضافه وكنشكروا سيدنا يشوف لنا شي حل تحية لمحمد السادس وكنشكرو يشوف لنا شي حل حنا قاضينا التالينا نعم كنشكركم بزاف شكرا لك كريم شكرا لهذ الكلمة ديالك مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كان هذا تصريح ديال الفنان شيخ يعني فرقة موسيقية اللي كيشتغل هنا وفرقة معروفة هنا بأزرو واللي كيقول حتى هو الله يحسن العوان حنا بغينا نشتغلوا بغينا نخدموا على وليداتنا من بعد عام وزيادة ديال التوقف الآن حنا يعني مكرهين مطلوب منا انه نقدموا العمل ديالنا مكرهين حنا مطلوب انه نقدموا العمل ديالنا ونقوموا به يعني حنا خاصنا نقدم الالتزامات اللي علينا لا الالتزامات لا الاسريه ولا الالتزامات يعني مع الناس اللي كيشتغلوا معاهم مع الناس اللي كيخدموا معاهم الله يحسن العوان كلشي باغي يخدم كنعرفوا انه الناس خارجه من عام ونص وزياده ديال الكورونا فكنتمنوا انه تخاد بعين الاعتبار هاد المطالب ديال هاد الناس هادو في نهايه هاد البث المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء